بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى واحده من الليالي الكبار في كره القدم في دوري ابطال اوروبا هنا في لندن في هذا الملعب التحفه الجديد، ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم. 62 الف متفرج يحضرون هذه المباراه الاوروبيه الاولى في هذا الملعب الرائع جدا بعد المباراه الاولى في الدوري. قبل ماوريسيو بوكيتينو المدرب والكره البعيده الاولى وايدرسون رياض محرز الذي عوض برناردو سيلفا المصاب، الكرة الأولى والخطيرة، أول كرة من دافيد سيلفا الرفع الرايه، حكم المباراة الركنية للمان سيتي رياض ينفذ كرة القائمة الأول والدفاع وتروح وغازوش لاعبين أمامه رياض مازال رياض ولالا طرق على الجهة اليسرى عن طريق سيسوكو، الكرة الأولى لتوتنهام با 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 كاد يفتح مجال التسجيل، لعبة ولا أروع من هنالك من صون لديلي علي رحيم رحيم بابا رحيم رحيم رياض معاك يا رحيم أولا لا يقطع الطريق بالعرض بشكل رائع رحيم في إمكانية ضربة جزاء لسال عناصر مانشستر سيتي إتس بينالتي أور نوت ضربة جزاء نعم ضربة جزاء يقول حكم المباراة يا داني روس لصالح مانشستر سيتي هدية يستعيد أجوارا بابا 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 ضيعها أوي جولوريس أول حارس مرمى يصد ضربة جزاء هنا في ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم رياض راح وكر يا رياض راح وكر يا رياض وكر وريكين ومرة ثانية الحكم يقول لك هاري كين سقط على أرضية الميدان بعد الاحتكاك هنا صون خطيرة مازال لتوتنهام بري بيرو رحيم يرجع للخلف أغويرو أغويرو دافيد سيلفا أغويرو صون خطيرة لهاري كين هاري كين يغير تماما لصون صون رحيم الحكم يقول خطأ لصالح فريق توتنهام ملعب يقول لك لا لا صعبة وخطيرة الحكم كنت اعتقد بانه صعبة مع اريكسن الكرة من اريكسن عرضية ممتازة ودلف اريكسن تريبيير مرة ثانية في التوزيع الكرة الخطيرة اولا لا وينكس يهرب داني روس داني روس خرج له وكير ورياضو وكير والكرة تروح مباشرة في الركنية يقول حكم المباراة لا على ايدرسون تريبيير ايدرسون يستلم في تشكيلة فريق مانشستر سيتي رياض محرز من امام ووكر يبحث عن المراوغة في الدفع يا سيد الحكم وخطا يقول حكم المباراة للمان سيتي رياض محرز خلى الكرة لجوندوغان تمندي في القائمة الثانية وحدك في كرة الحكم المستلم تريبيير كين توصل كمان خطير سواء في الكرة العالية وفي البينيات والكرة الأرضية بكثافة عددية قليلة جدا رحيم 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 رائع رائع سيسوكو من هنالك من أمام رحيم ستيرلينج لعب الكرة عند الكرة يلعبها ممتازة مع ديلي علي والحكم يقول خطأ لصالح هاري كين بعد هذا التدخل من نيكولاس اودي صون ومرة ثانية والدفاع وصون متسلل للحكم المساعد يرفع الراية اغويرو استلم الكرة اغويرو 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 ورياض اغويرو بعيدة تماما لهاري كين يتفوق عليه اوتامندي ويتفوق كذلك فيرناندينيو والحكم يقول خطأ لصالح لهونغ مين سون ترجع لتريبيير دخل سون تريبيير الحكم ماذا قال وخطا يا رحيم يا رحيم خطا مرمى الحارس مورايش ايدرسون داني روس ايدرسون الكره هذه كم هي صعبه لتوتنهام ووكر يبحث عن اغويرو ورياض الكره البعيده من ووكر على اغويرو يلحق ويلتقي يواصل روس توزيعه ورياض يخرج على الركنيه ايدرسون الكرة الرائعة الرائعة من اريكسون تريبيير اغويرو رياض استلمها رياض راح رياض دخل رياض رياض محرز رياض محرز رياض واغويرو اغويرو ورياض اغويرو يا سيركيو يا اغويرو يا اغويرو اغويرو رحيم رقبها رحيم ولا لا
تريبيير سون وتريبيير سون يمر ويدخل سون رائع من الكوري هونغ مين سون. يا سلام مراوغة باليمنى والتسديد باليسرى هاي لمرة عين بيني مع دافيد سيلفا. دافيد سيلفا غوندوغان يرفع كرة في القائمة الأول بالرأس التغطية دفاعية رياض سدد رياض محرز في القائمة الأول. فيرنان ممتازة لسون سون ويدرسون بداية قوية في الخمس دقائق. كرة صوتة مندي البحث عن أريكين كذا تمر هذه الكرة غصون يوصل على هاري كين. هاري كين رائع 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 من هاري كين في القائمة الثاني وإيدرسون من أزا لديليالي والتغطية الدفاعية والتفوق. حكم هنا صف الخطأ لصالح فابي وديليالي لابار ديليالي وسطة ووكر من عند رياض داني روس. داني روس يتفوق من امام ووكر انا صرف فريق توتنهام هيلة من لوكاس مورا. مورا راح مورا راح مورا ضاع خطأ وبطاقة لرياض. تعلم رياض انه يعرقل في ثم من هنالك المحاولة مرة ثانية في القائمة الثانية ولابورت يخرجها لروبينكس وينكس لتريبيير. تريبيير في التوزيع رائعة يرجع لوكر ترجع لرياض دخل ووكر رياض الدفاع بابا رحيم رحيم بابا بابا خطيرة. يا سلام عليك يا رحيم يا سلام. رحيم انطلق رحيم اربع لاعبين رحيم مازال رحيم محاصر رحيم يلحق عليه اغويرو اغويرو ووكر اغويرو ووكر راح ووكر راح كم ماذا قال لا شيء. داني روس انطلق على الجهه اليسرى توزيع الارضيه البحث عن لوكاس مورا تسترجع من غوندوغان. انا يا غوندوغان ديلي اولي ديلي اولي ديلي اولي ديلي اولي فيرناندينو مجددا هرب الكره يبحث عن جابرييل استلمها جيسوس 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 وضع التسلل. الحكم المساعد يرفع الرايه من هنالك على دافيد سيلفا يغير تماما ناحيه دلف وتسديده من دلف راحت بعيدة تماما خرجت. كان يلعب مع فيرناندينيو فيرناندينيو لرياض وداني روس. دافيد سيلفا ترجع لرحيم رحيم رحيم لدافيد سيلفا وينكس رياض وينكس رياض يحمل المرور رياض يوزع كرة خطيرة جابرييل جابرييل جيسوس بالراس. حكم المباراة قال ضربة مرمى اعتقد مرور رياض مازال رياض يلعب مع ووكر ضربة مرمى راحت الكرة ضربة مرمى يا يا سون ومازال سون با 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 جول سون 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 جول 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 أول لاعب في التاريخ يسجل في الملعب الجديد. استلم الكرة جابرييل البرازيلي يحاول يمر جابرييل فتوا الكرة إيريكسن يطلبها روس والتغطية من هنالك داني روس رياض يحاول المراوغة رياض عنده الكرة يوزع كرة خطيرة والدفاع أرضية ووانياما يلعب مع فيرس مازالت الكرة لسيسوكو ولعناصر فريق توتنهام الكرة البعيدة.